موجز لأهم وآخر الأخبار، فأهلا بكم. تمكنت وحدات من القوات الجنوبية المرابطة في جبهة الحد بيافع الحدودية من تنفيذ عملية نوعية أغارت خلالها على عدد من المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في منطقة المضبي بمحافظة البيضاء. وكشف مصدر عسكري أن القوات الجنوبية اقتحمت مواقع عدة، بينها موقع جبل رمضان الاستراتيجي المطل على منطقة المضبي وعدد من المواقع في عمق المنطقة، حيث تكبدت الميليشيات خلال العملية الخاطفة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. صعدت ميليشيات الحوثي من اعتداءاتها الميدانية في عدد من الجبهات خلال الأيام الماضية، ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه العملية السياسية حراكا نشطا في المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية للتوصل إلى حل ينهي الصراع. ولكن يخشى مراقبون أن تعطل الميليشيات تلك الجهود بسبب العمل العسكري في عدد من الجبهات. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته لليمن اعتبارا من نهاية سبتمبر المقبل بسبب نقص التمويل. وذكر البرنامج في بيان على منصة إكس المعروفة بتويتر سابقا أنه يتوقع أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1,400,000 شخص في المناطق الواقعة في الجنوب، بينهم عدد كبير من الأطفال والفتيات والنساء الحوامل والمرضعات. نظم حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب وتأهيل قطاع الأمن والشرطة في العاصمة عدن، وتأتي هذه الدفعة ضمن برنامج أمني متكامل يستمر لمدة 2 عامين بدعم وتمويل من الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبلغ عدد المتدربين في الدفعة الأولى للقوة الأمنية الخاصة بمحافظة عدن 292 شرطيا. وكما جرى خلال حفل التخريج تنظيم عرض عسكري وتكريم أوائل المتدربين في مجال البحث الجنائي والتحقيق ومسرح الجريمة ودوريات السير واللياقة والتدريب العسكري. اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي على الترتيبات الجارية لتدشين العمل في مشروع مطار عدن المستقبلي، وذلك خلال لقائه وزير الناقل عبد السلام حميد. ووجه الزبيدي خلال اللقاء الذي حضره مدير مشروع مطار عدن المستقبلي بسرعة استكمال ما تبقى من إجراءات وبدء الأعمال الإنشائية وتذليل أي صعوبات قد تعترض سير العمل في هذا المشروع الاستراتيجي الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في البنية التحتية لقطاع النقل في العاصمة عدن والجنوب بشكل عام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.